صار القصف الطيران الحربي على أحد منازل مدينة أسفيرة. كانت حصيلة القصف إرهابيين هذول، استشهاد 2 و 13 جريح. هذول إرهابيين كل تشييخين، عم نقصف على مدنية عزال. طيب اخي، ممكن تحكي لنا بما انك من شهود عيان اللي جيت اسعف، ممكن تقلنا شو كان، شلون صار الامر؟ كانت بي طياره طايره بالسماء تشكت وضربت هي الدار. عزه المدنيه ما عندهم اي شيء ولا علاقه لا بارهابيين ولا بغيره مدنيين. شو كانت الحصيله؟ كانت الحصيله 13 جريح واثنين شهداء. شهداء اطفال نساء؟ الاصابات تعددت بين اطفال ونساء، بس الشهداء 2 شباب رحمهم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا اعضاء الدفاع العالمي شرح لنا ما حدث. هؤلاء الارهابيين عندنا الشباب اسد تدمير مؤسسة السكان الأمنيين. أنت أحد أعضاء الدفاع المدني ما هيك؟ الحمد لله الحمد لله، هذا لي شرف كبير إني عم يجوني أنا عم أجاهد في سبيل الله لإنقاذ أخوتنا المدنية هذولي. يعطيك العافية، الله يجزيك الخير. الله يسلمك يا رب.